أطلقت مديرية الصحة في بني سويف فعاليات حملة 100 يوم صحة لتقديم خدمات المبادرات الرئاسية بالمجان للوصول للمواطنين في أماكن التجمعات والمراكز والأحياء. يأتي ذلك في إطار تنفيذ الخطة القومية للمبادرات الرئاسية في قطاع الصحة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. المبادرة تهدف إلى تقديم الخدمات الصحية لجميع المواطنين بصورة مجانية داخل ربوع المحافظة. الخدمات تشمل القطاع العلاجي والقطاع الوقائي وتنظيم الأسرة والرعاية الأساسية بجانب مبادرات الصحة العامة. يتم تقديم جميع الخدمات بصورة مجانية وصرف العلاج اللازم والفحوصات الطبية اللازمة بصورة مجانية.